أرض أسطورية في غرب أمريكا الجنوبية. موطن إمبراطورية الأنكا وماتشو بيتشو إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. تفضلوا معي أنا ليث بزاري إلى جمهورية البيرو، موطن الأطباق اللذيذة التي باتت من الأشهر عالميا. شواطئ ليما عاصمة البيرو التي تطل على المحيط الهادئ. أتيت إلى هنا من أجل احتكاك بسكان هذه المدينة، حيث يقضي الكثير منهم أوقاتهم في صيد الأسماك وبيعها في السوق كميغال الصديق الجديد الذي يعلمني الطريقة. هيا بنا. هولا كيبيان. هل اصطدت بعض الأسماك؟ أعتقد أنني اصطدت سمكة كبيرة. وهيك بقضي ميغيل صديق البوريفياني نهاره بصيد السمك طول النهار. ميغيل أسد، تحترف هذه المهنة صياد منذ زمن طويل؟ 30 عاما وأنا صياد هنا، ورثت هذه الحرفة عن أبي. هل هناك موسم أفضل من الآخر لاصطياد الأسماك؟ طبعا صيفا، لكن مع تلوث البيئة أصبح عدد الأسماك في مياه ليما أقل بكثير عن السابق. بيرة واو، محظوظ أنا، سمك من المحيط الهادئ هون في البيرو. لا يمكن أن أغادر عاصمة البيرو ليما إلى جبال البلاد الشاهقة قبل التعرف على أهم معالمها، فهي خامس أكبر مدينة في القارة الأمريكية، بنيت بمحاذاة وادي ونهر ماك، تمتاز بكونها مدينة غنية بالتاريخ والمعالم السياحية كساحة بلازا دي أربا، والمعروفة أيضا باسم بلازا مايور. إنها القلب التاريخي للمدينة، وقد اختير هذا الموقع من قبل الفاتح الإسباني فرانسيسكو بيزارو عام 1535. قمة تل سان كريستوبال من خلفي ببيوته الملونة وقمته الشاهقة، يختصر هذا البلد الرائع ألوان وجبال وتاريخ والكثير الكثير من الأسرار. ليث بزاري، العربية، ليما، البيرو.